هذه كلية التربية الثانية بإدلب أضراب الكرامي. خالية من الطلاب وذلك تطبيقا لإضراب الكرامي أيضا أي شخص هذه الكلية لا إطلاب سوى المعلمين هذه هي القاعدة خالية من الطلاب تطبيقا لإضراب الكرامي. كلية التربية الثانية بإدلب هذه القاعة خالية من الطلاب والمدرسين من 2011. أضراب الكرامي الكلية خالية من الطلاب والأساتذة والدكاترة. كلية التربية 22/12/2011 أضراب الكرامي خالية من الطلاب. كلية التربية 22/12 أضراب الكرامي. كرامي كلية التربية الكلية خالية من الطلاب كلية التربية 22/12 هذا هو أضراب الكرامي في إدلب كلية التربية 22/12 الكلية خالية من الطلاب. هذه هي كلية التربية الثانية في إدلب أضراب الكرامي. لا يوجد أي أحد من الطلاب، يوجد بضع من الموظفين فقط. الكلية خالية من جميع الطلاب. كلية التربية القاعة الثانية، كلية العلوم الثانية بإدلب. هذه هي القاعة خالية ولا يوجد أي أحد من الطلاب، وذلك تطبيقا لإضراب الكرامي 22/12/2011. كلية التربية الثانية بإدلب القاعة السابعة، القاعة خالية من الطلاب، وذلك تطبيقا لإضراب الكرامي 22/12/2011.